طيب نروح معاكم لفقرة تصريح وتعليق، ونبتدي بأول تصريحات نبيل عماد دونجا لاعب وسط نادي الزمالك اللي أكد على أهمية مواجهة الشباب السعودي، وقال الفوز على الاتحاد المنستيري في المباراة السابقة منحنا دفعة معنوية قوية. المباراة المقبلة مهمة جدا لأن هي هتحدد صعود نادي الزمالك للدور التالي. بيقول كمان الزمالك فريق كبير وبينافس على أي بطولة رغم الظروف الصعبة اللي واجهها الفريق في الموسم اللي فات، وإحنا بنوعد الجماهير إن إحنا نكون عند حسن ظنهم، وبنشكر ربنا على الفوز في المباراة السابقة لأنه جعلنا في صدارة المجموعة. مباراة الشباب قوية والفوز فيها هيخلينا نحافظ على الصدارة. كمان بيقول الزمالك يعلم أهمية البطولة العربية، وأنهينا الموسم بشكل غير جيد من حيث الترتيب، نسعى الآن لنبدأ الموسم الجديد بالفوز ببطولة كبيرة مثل البطولة العربية. وأكد دونجا أن وجود محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي مع الفريق دفعة معنوية قوية جدا لكل اللعيبة المتواجدين، ودفعة معنوية مهمة لأن هم لعيبة مهمين ومميزين بالرغم من عدم مشاركتهم مع الفريق. ولما سجل سيد عبد الله نيمار في المباراة السابقة راح للونش وقال أنه اتكلم كمان مع محمد عبد الشافي وأكد أنه بيعاني من مشكلة في الركبة، ونحن نرغب في تواجده معنا سواء في الملعب أو في غرفة الملابس لما يمثله من دفع معنوية كبيرة للفريق. قال كمان دونجا قبل قدوم أسوريو لم نكن أفضل حالا في الدوري، وبعد تولي المدير الفني المسؤولية أصبحنا أفضل، صعدنا لنصف نهائي الكاس ونشارك في البطولة العربية بدوافع كبيرة، هدفنا تحقيق اللقب. تصريحات محترمة بتأكد على لاعب متحمل المسؤولية، عارف قيمة تيشيرت نادي الزمالك اللي هو بيرتديها، وفي نفس التوقيت بيتكلم على الروح الجماعية اللي متواجدة في الفريق، بيتكلم على دور أي لاعب قائد ممكن يكون مؤثر إزاي، زي محمد عبد الشافي اللي بعد ما أعلن اعتزاله كان حريص جدا أنه يتواجد مع اللعيبة في البطولة علشان يديهم الدعف على المعنوية دي ويقف بجانبهم، نجم من نجوم نادي الزمالك وقائد وكابتن، وهقول يعني قولوا زي ما تقولوا الحياة عبد الشافي يعني من اللعيبة اللي يستحق دائما ان احنا كل لما نتكلم عنه نقف نتوقف كده، توقف ونبتدي ان احنا نتكلم على حاجات كتير، نتكلم على الاخلاق، نتكلم على الروح الرياضية، نتكلم على الالتزام، نتكلم على التاريخ المشرف، نتكلم على البطولات، نتكلم على الانتماء، نتكلم على الرجولة في حاجات كتيرة قوي. الحقيقة انه عبد الشافي نجم من نجوم نادي الزمالك ومنتخبنا المصري اللي لا يعوض ابدا، ولكن هو خير مثال للعيبة في الرياضة المصرية.